السلام عليكم. اليوم نروحوا الملعب تاع الدويره لنقف على وضعيه تاع العشب الطبيعي بالملعب، واللي لاحظ انه يعني راه في احسن ما يرام ويزيد من بهاء هذا الملعب، وسوف يكون اكيد انه هذا الملعب سوف يكون واحد من اجمل الملاعب في الجزائر وفي افريقيا ان شاء الله. نخليكم تتابعون هذه الصور الرائعه التي اخذت البارحه، وخاصه بعد هطول الامطار الكثيره سيزيد من الاخضرار تاع الملعب هذا. اذا اترككم تتابعون والسلام عليكم.